99 بذكريات المقابلات اكيد اللي فاز فيهم الترجي والرجاء، مقابلات كلاسيكو كبير برشا. على كل حابين ناخذوا على الفكره على المقابله هذه، معنا اللاعب السابق للترجي طارق العبدلي موجود في رحله الترجي للمقابله هذه. طارق اهلا بك. اهلا بك اسلام ومرحبا بك ستريس اف ام. مرحبا بك طارق. دونك مقابله كبيره مع فريق كبير، احكي لنا شويه كيف جات الفكره نتاع المقابله الوديه الساعه هذه. والله يا جماعة سي عبد الوهاب المرزوقي مع سليم مع بسام الجريدي نسقوا مع اللاعب نتاعنا بوشروان اللي كانت عنده تجربة كبيرة في الترجي ومشاو للمغرب، تنقلوا معناها للمغرب وتفاهموا على مقابلة تكون معناها احتفالية بين الرجاء وبين الترجي. وقتاش باش تكون إن شاء الله؟ إن شاء الله نهار السبت يكون الماتش، وبالطبيعة زوج جمعيات كبار نذكروا شوية ذكريات. أنا ديجا الفينال اللي حكيت عليه أنت توا 98 99 أنا ديجا حاضر فيه سواء في المغرب ولا في تونس. يقعدوا زوج جمعيات كبار بين الترجي والرجاء، إن شاء الله تعدى جو حلو وإحنا ديجا جونا باهي. عاملين شوية روتار لمحالة في الطيارة، مي كالعاده. اعطينا فكره على اسامي باش تكون موجوده سواء مترجي ولا مراجيه طارق. والله فما توفيق الهمامي، فما نورمالمون مايكل يخلط علينا معناها من تركيا من غادي، بولبيبا السعفي، بسام الجريدي، سمير الخميري، معناها دي جينيراسيون معناها اجيال في الترجي باش تمثل الاسبيرونس معناها غاديكا. الرجاء بوشروان والجيل هذاك نتاع الفينال الرجاء الكبير هذاك الجيل الكبير هذاك بوشروان بعد شويه اصغر منهم تصور. من بعد اي صحيح اي صحيح، مي هو باش يكون موجود، مي باش يلعب ميتون معنا وميتون معهم هما. مع الزوج مع الزوز اي باهي مع الزوز. اللي حاب يتبع حبينا مكشخه اكيد يحب يشوفوا مقابلات من النوع هذا، وين نجموا يشوفوها المقابله؟ فما نقل تلفزي ولا حتى فيسبوك ولا حاجه عندك فكره ولا ايه؟ الترجي معناها ينجموا على الاسوسيسيون معناها قدماء اللاعبين ينجموا يتفرجوا في المقابله. الكاليتي مش بتكون باهيه ولا كيفاش بالضبط؟ لا باهيه، لا انا كاليتي باهيه، ديما كاليتي باهيه. معناها معاكم اكيد فريق تقني وباش يعمل البث ولا كيفاش تفهم؟ باش نفهم كيفاش تفهم. ومعنا زاد تنقلوا زاد التلفزة تي في معناها موجودة معنا في الرحلة هذية بالطبيعة مع معناها صفحة قدماء الترجي باش تنقل معناها المقابلة هذية. بالنسبة للتنظيم كيفاش؟ بالنسبة للأمور اللوجستية والدنيا؟ والله بون أنا ما دخلتش برشا في الموضوع هذايا، مي نورمالمون الاقامه باش تكون يدور لي معناها بون على حساب الاسوسياسيون بالطبيعه على حساب نحن. مي غادي كنتصور اللي معناها جمعيه الرجاء واللاعبين والاداره باش يفرحوا بقدماء الترجي، وكما قلت لك اسلام باش يحيوا الذكريات الكبيره ما بين جمعيتين الزوج. يعطيك الصحة، شكرا لك طارق وبالتوفيق. إن شاء الله إن شاء الله مربوحة أكيد. جمهور المكشخة حتى ماتش ودي ولا ماتش جالا ديما يلوجوا على الربح، راهو عندكم مسؤولية كبيرة. ديما على الربح علينا غار احنا كيك ما تخافش. يعطيك الصحة طارق. فاصل قصير وبعده راجعين مكملين في البلاي في أحد